استاذ عمرو، يعني زي ما حضرتك سامع استاذ محمد بيقول انه مش ممكن كل ما نتكلم عن قانون التظاهر لو عاوزين نعدل فيه حاجه يبقى يتقال على الناس اللي بتقول كده انهم خونوا. زي الاستاذ عمرو موضوعي جدا واتفق معايا في جزئيه ده كويس. زي اللي هو المواطن يعني اللي في هو على فكره هذا الشاب بيمثل، انا يعني حتى قلت لا في الفصل استاذ محمد، هذا الشاب بيمثل نبض الشارع، بيمثل الراي العام في مصر. بمعنى ايه يعني؟ هو الشارع خلاص رافض المعارضه. في الحقيقه بص يا فندم، دلوقتي الشعب المصري لديه من الحس والادراك ان الدوله تعيش حاله حرب، اشرس من حرب 67، اشرس من حرب 73. ففي 73 مثلا ما كانش في حاجه اسمها تظاهرات في الشارع يعني، مش كده؟ 67 ما كانش فيه، بالعكس معارضه بغيره كان كله متكاتف ورايح مع الجيش بتاعه يعني. النهارده انت بتمر بحاله حرب اشرس من 73، وحاله الحرب دي المواطن البسيط من اسكندريه لاسوان يشعر بيها وعارف ومحدد معالمها كويس جدا. فلما بيفاجئ ان في معارضه نازله بتقول انا عايزه اتظاهر ضد كذا، طب الراجل ده مش لاقي ياكل، والراجل ده بيقول لك ده البلد في حاله حرب، هو انت عندك رفاهيه ان تنزل تتظاهر؟ طب تتظاهر على ايه؟ ده البيت وقع ويا دوب لسه عمالين نحط طوبه فوق طوبه، فانا بحط طوبه بدل ما تيجي تحط معايا طوبه ثانيه عشان نطلع بالبيت بتاعنا، لا انت عايز تنزل تتظاهر، طب انت عايز ايه من الدوله؟ ده المواطن البسيط، لغه المواطن البسيط كده يا استاذ محمد، بعيد عن السياسيين خالص. نمره